سمسم هو اهم شيء يكون سمسم درجه اولى، وخاصه العراقي كلش طيب يطلع حلو يعني، ويكون ما بيها زيت، ما مخلوطه. الطحيني اذا ما مخلوطه تصير مفيده، الطحيني بيه فوائد كثيره يعني، تفيد هشاشه العظام، تفيد الكالسيوم يعني هي صافي العظام، وحتى تفيد الدهن الدم، بس يكون ما يعني ما بيها زيت وسمسمه درجه اولى. نعرف اذا مخلوط او غير مخلوط؟ يبين اولا اللي تشتري منه لازم يكون ثقه، وثانيا اذا يفصل كثير عندك الزيت يبين بيها زيت، اذا ما يفصل يعني ما بيها طبقه فوق زيت. اي اي اي, 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 اي. خاصه اكو معامل يعني تستعمل هاي الشغلات. مو كان الدهن اللي استخدمه، شو نستخدم احنا؟ كل شيء بنستخدمه؟ لا بس سمسم صافي، سمسم صافي. وهسه عم نشتغل مكسرات هم عندنا، بيها جوز، بيها لوز، بيها بندق، جازو، فستق، وبيها سمسم هم عندنا هسه بالمكسرات، وعندنا بالسمسم صافي. اللي ياخذ هاي اللي ياخذ هاي. الاسعار تبقى ثابته لو متغيره؟ والله هي تغيرت شيء قليل يعني ما كثير، السمسم زاد سعره كلش. ايه زاد سعره يعني بالدولار زاد علينا، وطبعا سعر صرف الدولار هم اثر علينا، فزاد شويه يعني بس ما كثير يعني مليحه. تقريبا صار لي 4 5 سنين. زين انت منين تعلمت الخبره؟ والله من ابو المحل. من ابو المحل؟ اي والله. شو تستخدم؟ سمسم صافي. صافي؟ ايه. يعني هسه هذا ما مخلوط بدي؟ لا لا لا. زين بس قد تطول بسرعه الطحين؟ والله تطول شويه يعني على ما يطحن ينزل. ايه يطول عن ساعه ساعتين؟ الكيس يطول له فرد 4 5 ساعات. كيس؟ ايه. كيس كم كيلو يطلع منه؟ 25 كيلو. كيس 25 كيلو السمسم. يجي على المعامل؟ يجيكم معامل من؟ ايه الحمد لله والشكر. يجي والله خارج والله من دوك من اربيل كلها تجينا تاخذ من عندنا طحينيه. شو وقت موسم الطحينيه؟ والله بالشتاء.